فقرة نمبر 1 كابتن، اخيرا لان وقتنا بينتهي، افضل لاعب في مباراه الاهلي والمقاولين اتفرجت عليها الاول؟ لا كنت بتفرج يا عم على ماتش التنس. على فكره دلوقتي احنا كنا بنتكلم، كان في سالتا فيجو بيلعب نادي النصر ماتش ودي، خسروا 6 في النصر. مش مهم، بس سالتا فيجو ده مش بتاع اسبانيا؟ اسبانيا. طيب لا بص، انت بقى تقول الكلام ده لو في الدوري السعودي، لو في الدوري الاماراتي بقى ممكن نقول اه، انما في الدوري خلي بالك الفرق دي بتتعلم من الفرق اللي هي الاسبانيه طبعا طبعا والانجليزيه والكلام ده، فما لكن ما تقدرش تقول لي مين افضل واحد. لا قفشه، انا شفت له السرور اللي هو عمله. اه قفشه. طيب طيب، في الزمالك ماتش الزمالك، سيف تيري ولا سيد نيمار ولا جيفرسون هم كانوا افضل لاعبين في المباراه؟ اللي جاب الجونين سيف تيري. اه سيف تيري، سيف الدين الجزير. طيب افضل لاعب في الزمالك الموسم ده زيزو، احمد فتوح، شيكابالا؟ لا زيزو طبعا، فتوح لسه لاعب قريب زيزو. بعد المشكله بتاعت ماشي. افضل لاعب في الاهلي الموسم ده شحات ولا منعم ولا بيرستاو؟ التلاته. اديني واحد. طيب افضلهم يعني التلاته. التلاته افضل التلاته ليه؟ لان كل واحد بيشيل ماتش يعني عشان ما تظلمش حد. طيب افضل مدرب في الدوري بقى، التلاته بقى قدامك، باتشيكو، كولر، علي ماهر. علي ماهر. مش هقول كولر خلي بالك، ولا هقول التاني باتشيكو ده. ليه بتقول الحقيقه؟ قول الحقيقه ليه؟ انا مش مقتنع بيها. طب انا اقول حاجه، ما لهاش دعوه بالاقتناع، واحد واخد دوري واخد افريقيا، ما ياخد ان شاء الله ياخد كاس العالم للانديه. انا مش مقتنع بيه. انا مش يا غدا ما بيعرفش يغير، والله ما بيعرف يغير، والله ما بيعرف يغير، والله ما بيعرف يغير. انت يا راجل ده، انت بقول لك في ماتش اخيره ماتش الاهلي والزمالك، مش عشان العند تقول والله ما عند ورحمه ابويا ما عند. طب استنى، هو فايلر كان ده عند ولا راجل كان عنده فكر؟ وانا بحب الراجل اللي عنده فكر. ده ما بيعرفش يغير. ده يا راجل الكوره الشناوي بيغلط ما بيكلموش، محمد عبد المنعم بعدها غلط ما بيكلموش، مش عارف مين قدامه في نص الملعب غلط ما بيكلموش. طيب وبعدين كسبان 3-1 الشوط، 3-0 الشوط الاولاني، لازم انزل الشوط الثاني اجيب 4 و5. ده كانت فرصه. طيب. وتقول لي هو عشان خد دوري ايه يعني؟ ما الاهلي خد دوري يا ما خد دوري. برضه الراجل اللي عمال يا جدع روح بقى برضه يعني كميه يا جدع روح بقى. طيب افضل لاعب شاب الموسم ده، محمد شحاته طلع الجيش، مصطفى سعد ميسي ولا محمد حمدي؟ محمد حمدي الباك ليفت صح؟ امبي. انا بحب ميسي وبحب محمد حمدي. طيب بس هدالي محمد حمدي. لاعب فوق السن. ايوه ده محمد حمدي بتاع امبي، مش بتاع ايوه يا عمي، ما انا بقول لك بتاع امبي. ماشي. افضل لاعب فوق السن تتمنى تواجده في المنتخب الاولمبي بقى، ثلاثه من دول يا كابتن، مصطفى محمد، تريزيجيه، زيزو. ولا واحد. مين؟ صلاح؟ ولا واحد. صلاح يبقى ولا حتى صلاح. سيب اللعيبه دي تاخد بقى فرصتها يا جدعان، ما احنا عايز يعني من غير المنتخبات التانيه بتعمل كده يا عم. ماشي عشان عايزين البطوله. المنتخبات التانيه عايزه البطوله، انما انت رايح ده بشرف. طيب اكتر فريق يعني استحق الصعود الممتاز من وجهه نظرك، بلديه، جونه، زد؟ لا البلديه عشان كان في صراع رهيب بينهم وبين طنطا وبين شبين وبين ده لاخر لحظه، وديكيرنس، وكان في فرقه تانية وابو قير. طيب افضل حكم بقى الموسم ده كابتن؟ ولا واحد. انت لسه شفت ولا واحد؟ ولا واحد. الحنفي محمد. بص اللي غير رايه وما بيعملش ربنا وما بيعملش ضميره كابتن، اسمع الكلام، لا اسمعني انا بس، كل دولت بيتهزوا من، مع ان محمد حنفي طبعا حبيبي، بس كله بيتهز قدام النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي او جماهير الزمالك. تمام. طيب كابتن انا بشكرك عشان وقتنا كابتن.